بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خاطبه ربه جل وعلا بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض لأذكر نفسي وإخواني بالساعة التي سنقف فيها بين يدي الله جل وعلا لنصحح مسيرتنا في هذه الحياة الدنيا، لنضبط الأقوال والأحوال والأفعال والأعمال. فأنا لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل فقط إلا مع الكلمات أبدا، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، إذ أننا نعيش واقعا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وقست القلوب وتراكمت الذنوب على الذنوب، وقل الخوف من علام الغيوب. أذكر نفسي وإخواني بأحداث النهاية، لأنني أرى الإنسان الآن يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وكأن الحياة ستنتهي بالموت ويسدل الستار على قصة الإنسان. لا، الحياة لا تنتهي بالموت، بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان حساب، وبعدهما صراط، بعد الصراط جنة أو نار.
لابد أن تعرض على الواحد القهار لتسأل عما قدمت يداك في هذه الدار. لا تتصور أنك لن تسأل عن كلمة تلفظ بها لسانك أو عن فعل جنته يداك، حتى وإن استطعت أن تخادع الخلق كل الخلق فلن تخادع الخالق جل وعلا، بل سترى ما قدمت في دنياك مسطرا في كتاب عند ربي جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى، ليقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. توقفنا في الحلقة الماضية مع القبر، وها هو القبر قد أغلق على صاحبه، إلى متى؟ إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النيران. وقد تحدثت بالأدلة القرآنية والنبوية في أحوال القبر في الحلقة الماضية. أغلق القبر على صاحبه إلى قيام الساعة، فتعالوا بنا لنتحدث عن الساعة، ولنبدأ حديثنا من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن أشراطها أو أماراتها أو علاماتها. قبل أن أتحدث عن مراحل الساعة من بعث وحشر وميزان وحساب وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك من هذه الأحوال، تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنتحدث عن العلامات أو الأمارات أو الأشراط التي ستكون بين يدي الساعة من علامات صغرى أو علامات كبرى. وأضع بين يدي الحديث عن أشراط الساعة مجموعة من الأصول المهمة. الأصل الأول، الساعة آتية لا ريب فيها، لا تغتر، الساعة آتية لا ريب فيها. لابد أن يعلم هذه الحقيقة الظالم والمظلوم معه، فليعلم الظالم أنه سيعرض على الله جل وعلا للقصاص، وليهنأ المظلوم الذي عجز ولم يستطع أن يسترد مظلمته في الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظالمه، فعند الله تجتمع الخصوم ليوفيه الله تبارك وتعالى حقه كاملا غير منقوص. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وسأقف عند القصاص وقفة طويلة، أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك، قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يظل الإنسان في قبره إلى أن يسمع النداء. قال الله جل وعلا: واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اللهم سلم سلم. يظل الإنسان في قبره
إلى أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور